نعم يا صاحب الجبل ما شاء الله قاهر الإناث نرد على نسميه قاهر الذكور بالإناث قاهر الذكور بالإناث نعم يا صاحب الجبل مع أمنية الهلال ما شاء الله تبارك الله أمنية الهلال مرشحة بقوة بهذا الشوط من الهلال الدين والأمة رشيد الناصر المالك هايل وحسام الثانية هذا المبين ما شاء الله فريق المبين الأم الدولالة كبير مالك المدرب راسم حجرات بيبير المكسور القيادة للصقر زنور ما شاء الله تبارك الله هذه الفرص التي لا تقل شأنا ولا قوة عن بقية المشاركات ما شاء الله عليها بيان المبين سيف الطريق الأمان الأم منزة للملاك حبود الزعمي وعيال مدربين اسطبلات الشمس القيادة يا أبو عقاب راح تكون لأول بطولة تمر على الفارس الواعد محمد النسيم تمنى التوفيق إن شاء الله لمحمد النسيم مع غزل بالانس بطولة أول بطولة له وأول مشاركة في بطولة رسمية في عالم السباقات والميادين غزل بالانس سابقة وإن شاركت هنا على أرضية ميدان المطار حصلت على مراتب أولى أيضا في الأحلام شاركت ما شاء الله غزل بالانس من يعلم يا أبو غاب من يعلم أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد ربما تضاريس السباق مجريات السباق تحول بينها وبين البطلة لكن التوفيق إن شاء الله لجميع المشاركين في هذا الشوط نسيم المنطلق للتو بعملية الإحماء على صارة غزل بالانس مالك سواعد مع بشاير للمالك رامي قبلاوي المدرب وسيم قبلاوي قيادة للخيال المتألق هذا الموسم مالك سواعد ما شاء الله تبارك الله بشاير المشاركة في هذا الشوط وصلى على سيدنا محمد أربعة أسماء إلى الكبار في بطولة ميدان المطار يا حضار وتقلع طيارات المجموعة السابعة للإناث وفعلا ينطلق الشوط السابع على بركة الله رباعية بنت البداية وعلى رأسهن أمنية الهلال مع ياسر جمال يا سلام بيان المبين مع زمور يا سلام يا سلام محمد النسيم غزل بالانس في المراتب الثالثة وترقب حذر من بشاير مع مالك سواعد في المراكز الرابعة يا سلام أمنية الهلال ما تزال متصدرة هذا الشوط بيان المبين يا الله ما تزال بالمراتب الثانية أمنية الهلال يا الله ما يزال يحتفظ بها يا سمو جمال أهي الإناث أهي الإناث يا سلام الطيارات تدخل الخط المستقيم أمنية الهلال يا سلام يا سمو جمال ومن الداخل زنور مع الصقر ربما يحلق ما بيان المبين يا سلام محمد النسيم يندفع بالأمتار الأخيرة وغزل بالأمس إلا أن أمنية الهلال أمنية الهلال بطلة هذا الشوط أمنية الهلال يا سلام التي انطلقت أولا المرشحة وحلت أولا مع الند العنيدة يا صبو جبل بدخول مرعد من محمد النسيم المفاجئ بالأمتار الأخيرة مع غزل بالانس يا سلام مع محمد النسيم بكل قوة أتت من بعيد لكن أمنية الهلال كما أسلفنا بظهرها هو أياس أبو جبل إن أردتم الإناث الأبطال عليكم بأياس أبو جبل فهو صانع الإناث الأبطال حقيقة وهذا يشهد له والتاريخ يشهد له ليست مجاملة وإنما النتائج المشرفة لهذا الخيال مع الإناث الكبار تشهد له الميادين ما شاء الله تبارك الله
هذه البطلة، نعم بطلة تستحق منا كل التصفيق أبو سليمان بهذا الأداء الرائع والجميل ما شاء الله تبارك الله. أمنية الهلال أبو خالد وخالد المرسات أجمعين تعالوا فضلا معنا أسات التتويج يلا يلا أخونا أبو علي مدعم أخونا أبو أنس يتوجون البطل. نعم أياس 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 لك منا كل التحية والتقدير يا سو جبل على هذا الإنجاز الرائع. جمعت بتصفيق حار لبطلة هذا الشوط أمنية الهلال. مبروك أبو فارس، مبروك المبروك لإسطبلات آل أبو جبل على هذا الإنجاز الكبير أيضا مع الند العنيد يا سو جبل مع أمنية الهلال بتتويج جماعي أبو أنس حسن والعم أبو علي متى بغرفات حبايبنا حبيبنا الواي الله يسعدكم حبايبنا أخوانا من كلانسوي أنا أحييكم وشرفتوا ميدانكم ميدان طمرة أهلا وسهلا بكم. نعم أداء ولا أروع. مبروك أبو فارس، مبروك يا المريسات الكرام، مبروك هذا الإنجاز لهذه البطلة ما شاء الله تبارك الله. محمد النسيم التحية لك أولا على هذا الأداء المشرف ما شاء الله تبارك الله والقدوم ما شاء الله تبارك الله بكل قوة حتى الأمطار الأخيرة. نعم أنت خيار واعد وصاعد ستكون لك باع طويل في ميادين السباق مع هذه البطلة غزل البرنس لملك أبو ظبي وأيان. مبروك حبايبنا، مبروك غزلتو بأيان، مبروك مبروك حمودي الزعبي، مبروك أيان، قيادة موفقة للخيال الواعد محمد النسيم عيادات ما شاء الله عليكم. محمد النسيم وصيفة البطلة في هذا الشوط غزل بالانس ما شاء الله تبارك الله مرتبة الثالثة ولائبة وصيفة البطلة بيان المبين ما شاء الله تبارك الله من فريق المبين وبتقول أنا كبير الملك والمدرب رأس محجيرات من بير المكسور بقيادة الزنور ما شاء الله تبارك الله بيان وما صلى على سيدنا محمد. مشكورين أبو علي وأبو أنس حسن.